أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل مبادرة نعود بحذر، والتي تستمر لمدة أسبوعين، تهدف إلى التوعية بالإجراءات الوقائية وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي لدى المصلين بمختلف جوامع ومساجد منطقة حائل. يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية، وكذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية. للحديث مشاهدينا عن هذه المبادرة ينضم إلينا هاتفيا مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة حائل عبد الله المجماج. أهلا بك أستاذ عبد الله. إذن فيما يتعلق بهذه الحملة، لعلي أسألك بداية عن وسائلكم في هذه الحملة لإيصال الأهداف وكذلك النصائح وأهداف هذه الحملة بشكل إجمالي. حياك الله أخوي أحمد وحيي السادة المشاهدين. إذا أذنت لي أبدا بالبداية وأذكر نفسي وأذكر الأخوة المشاهدين بشكر الله جل وعلا، وأن نستشعر جميعا فضل الله علينا على جدوى ونتائج هذه الجهود المباركة والجبارة التي بذلت في المملكة العربية السعودية للحد من أضرار هذه الجائحة في المملكة، ولله الحمد وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فيروس كورونا، ومن أوائل الدول التي بذلت جهود استباقية واحترازية باحترافية عالية جدا للحد من هذه الجائحة. شارك في هذه الجهود أغلب قطاعات الدولة ونجحت نجاح لافت، بل إنها كانت قدوة في هذه الجهود الكثير من الدول، وهذا من توفيق الله لهذه البلاد المباركة ولقيادتها. من هنا أخي الكريم يجب علينا جميعا المحافظة على هذه النتائج الإيجابية التي تحقق أو تحقق الحد من هذه الجائحة. فكرة البرنامج التي قام فيها فرع الوزارة في حائل في هذا السياق هي زيادة وتعزيز الوعي عند المصلين للعودة السليمة والصحية للمساجد، وهي أن نعود بحذر. كان جزء من هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإهداءات تتمثل في نسخة بحجم صغير ومناسب من القرآن الكريم من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تكون خاصة بالمصلي يحملها معه، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الاحترازية كمامات وأدوات تعقيم شخصية. هي فكرة أخي الكريم والسادة المشاهدين إيصال رسالة للمصلين بأن العودة للحياة الطبيعية بما فيها العودة للمساجد تكون عودة بحذر. والمجتمع ولله الحمد يعي هذا تماما، ولكن هي مساهمة من فرع الوزارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة حائل في هذا السياق. جميل، كيف يعني شاهدتم تفاعل الناس مع هذه الحملة وكذلك الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة أو لديها رغبة في التفاعل أيضا والمشاركة معكم؟ ولله الحمد كان ردود أفعال إيجابية جدا ولله الحمد، وكذلك الجهات كان هناك جانب كبير جدا ساهم معنا فيها الجهات التطوعية والجمعيات التطوعية، وهذا كان له أثر إيجابي ولله الحمد. وهو يعني فيما ذكرت كما ذكرت لك أنه القضية هي تذكير الناس بأن العودة ستكون بإذن الله من قبل الجميع بحذر تام بإذن الله. جميل، شكرا لك. إذن من حائل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة حائل عبد الله المجمعج.